بيتكلم في ان الدوله يعني موضوع تمكين الشباب كان في الفتره السابقه مجرد يعني عندنا الرغبه وعندنا النيه، فالدوله اوفت بوعدها في تمكين الشباب. وجود عدد كبير من النواب المحافظين ومساعدين للساده الوزراء ورؤساء العدد من الهيئات، ده بيعكس الثقه المطلقه في قدرات الشباب وتفعيل دورهم. الموضوع مش على قد التمكين، احنا بنتكلم في تأهيل بيتم من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب، يعني شغال على كل قطاعات الدولة. كل من هو يتعامل مع المواطنين او يتعامل او يمثل الدولة خارج مصر في برامج للأنشطة او للقطاعات بشكل متكامل في الأكاديمية الوطنية للتدريب، احنا بعد أدائنا اليمين امام السيد الرئيس خضعنا لفترة شهرين تدريب في الأكاديمية الوطنية للتدريب عشان يبقى في توحيد للمفاهيم، الناس بتتكلم لغة قريبة، تبقى مطلع على كل خطط الوزارات، خطة التعليم في ال10 سنين اللي جاية، خطة الصناعة. ده فرق معانا وأصلوا في الفترة اللي جاية كمان هيبقى أكبر وأكبر.